دعنا نشاهد تشكيل فريق الاهلي في لقاء اليوم وخالات كولر، نفس تشكيله المباراه الماضيه عدا تغيير طبعا السوليه على حساب امام عاشور، محمد شناوي في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ثم مروان عطيه واكرم توفيق والسوليه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام ابو علي. سؤالين خاصين في هذا الموضوع، عندما يتواجد امام عاشور كان بيتواجد في الجبهه اليسرى وبيكون السوليه في الجبهه اليمنى كارتكاز مساند، عندما يتواجد اكرم توفيق اليوم هيكون السوليه في الناحيه اليسرى كارتكاز مساند. ده السؤال الاول. السؤال الثاني خاص، من بديل وسام ابو علي على دكه البدلاء؟ هل ممكن يلعب بطاهر هو راس الحربه؟ طيب ابتدي السؤال الاول ولا السؤال الاول؟ كلامك صح يا تامر، بيبقى دايما امام عاشور فبتلاقي السوليه، وبعدين بيبقى ممكن تلاقي ساعات اكرم توفيق مروان عطيه، ايا كان هو اللي بيبقى ارتكاز قدام السردباكات عشان تقدر تقفل في حاله ان انت فقدت الكره وفي اي هجمه مرتده، فيبقى في تعطيل وبيرجعوا يضموا مكانهم. تمام. امام عاشور عنده ممكن اتكلمنا عليه كتير جدا، لعيب كواليتي مختلف تماما وعنده حلول كتيره جدا، ويقدر يبقى في سرعات، يقدر يبقى في تصويبات. النهارده اللي انا شايفه ان عمرو السوليه الهدف الاساسي هو التصويب، يعني انت عندك مميل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. حسين والنقطه اللي انت اتكلمت مع كابتن عبد الظاهر فيها ان انت ممكن يكون عبد الحليم بسوني بيفكر ان التالق حسين الشحات المباراه السابقه، فانا هوقف اثنين من ضمنهم ممكن يكون سرد باك على فكره. صحيح. ان انا اعطل الحته دي وابتدي ان انا العب، خصوصا ان انا عندي واحد اسمه شيكا سريع جدا والسرعه دي من عمق النادي الاهلي، اما النادي الاهلي عاوز يجيب جون، وزي ما قلت لك نرجع خطوتين للخلف، النادي الاهلي عاوز يسجل اهداف، عاوز يخلص المباراه بسرعه ويبص على اللي بعديها، في كميه ضغط وتعب ذهني وبدني كبير على اللعيبه، وبالتالي ده تشكيل شوط تاني. يعني ايه تشكيل شوط تاني؟ يعني انت عندك ادواتك اللي هي هتبقى بالفول باور بتاعك، ممكن ما تنزل امام عاشور، لا ده مختلف، ده يقدر يضيف مع حسين الشحات، مع رضا سليم، مع انت عندك لا في سرعات مع قفشه، مع عبد القادر، في لعيبه كويسه، بس ما بتلعبش بشكل مستمر. يعني انت عندك طاهر ما بيلعبش بشكل مستمر، كان لو بدانا هتلاقي ان بيرسي تاو كان بيلعب، وبعد كده حسين الشحات، رضا سليم كان بيقعدوا يبدلوا الاماكن، عبد القادر في فتره من الفترات الناحيه الثانيه. فالتشكيل ده وفقا للظروف يا تامر، هو انا بحط تشكيل. طب ممكن اسال سؤال حضرتك؟ اتفضل. يعني طبعا ممكن سؤال جالي تبادر الى ذهني، قال هل هو بيدي طاهر المباراه الثانيه على التوالي، تجهيز لطاهر احتمال يكون بديل وسام ابو علي في المباراه القادمه، خاصه مع معاقبه كهربا في الفتره القادمه، ما عندوش بديل لوسام ابو علي، بيدي طاهر عشان يديله مباراه اكتر كناحيه فنية ولا بدنيه؟ ما تفرق، ما ساعات انت ممكن تدي بدنيه او فنيه. خلي بالك هو عمل مع رضا سليم كده، لعبوا ماتشين ثلاث ماتشات اساسي وبعد كده طلعه خالص بره، بيدي فرصه هشوفك. كولر بيدي فرص وبعدين يشوفك فيه. خليني اقول لك حاجه ثانيه، نقعد نفكر مع بعض، السؤال ده حلو قوي. نفكر مع بعض. طب انت عندك دلوقتي هو كهربا مش موجود، تمام، مين المهاجم في اللي انت قلتهم يا تامر اللي داخل الملعب او خارج الملعب من من الاحتياطي؟ طاهر. طيب ورضا سليم ممكن. بيرسي تاو قبل كده لعب صح؟ بيرسي تاو لعب في المركز ده، وانت مغير التغيير. صحيح. طب انا بقول لك ان هو عادي جدا ممكن في ماتش من الماتشات ما يلعبش المهاجم، ما يلعبش بس وهيلعب الثلاثه اللي قدام بطريقه معينه، زي ما انت لو جيت بصيت على ريال مدريد. مين الثلاثه؟ سريعا بس، ريال مدريد بتلاقي مين؟ بيلينجهام، وبتلاقي رودريجو، وبتلاقي فينيسيوس، فانت بتلاقي ان هم الاثنين وينجات مع الفرق طبعا بيضموا لجوه، وبيلينجهام بيسقط لتحت ساعات بيبقى طالع قدام، فانت ممكن وفقا للظروف اللي انت فيها. قول لي مين الثلاثه اللي يلعبوا؟ اي ثلاثه؟ يعني انت عاوز النهارده ولا عاوز عموما؟ عموما. الثلاثه اللي قدام، لو هحط امام عاشور في الثلاثه اللي ورا، هحط غير وسام ابو علي ولا بوسام ابو علي؟ من غير وسام ابو علي. يعني من غير راس حربه، ده غير راس حربه. قول لي ده انت ثلاثه. هحط الثلاثه الاجهز، هحط حسين وهحط انا بحب احمد عبد القادر ماشي جدا وفي النص طاهر. طاهر رجعنا لنفسك. ايوه بس هم ما لعبش، انا شفت طاهر لعب فيرويد. ايوه طاهر لعب في المقاولين كويس، ولعب ارتكاز مساند، ولعب ارتكاز مساند بس في وطاهر خلي بالك عنده ميزه. انا رايي ان طاهر، انا رايي ان طاهر ده رايي شخصي، ان هو فيرويد احسن من وينج، بس هو على طول من ساعه ما هو لعب وينج في المقاولين او في الاهلي، هو لعب ماتش واحد بس. اول ماتش طاهر 16 سنه، هرجع قبل ما تطلع فاصل، اول ماتش 16 سنه طاهر كان مقاولين وقال لي لعب فيرويد.